تلقى معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الفرنسية جان إيف لادريان، تناول خلاله أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبهما الصديقين، علاوة على مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما جرى خلال الاتصال أيضا بحث آخر التطورات المتسارعة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين نحو التصدي لتداعياته. وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تبعات هذا الوباء والحد من انتشاره ودعم المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال. ومن ناحيته جدد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح تضامن دولة الكويت مع الإجراءات التي تتخذها الجمهورية الفرنسية في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، متمنيا لفرنسا وشعبها الصديق السلامة وتجاوز هذه الأزمة. من جانبه أعرب الوزير لادريان عن دعم وإشادة فرنسا بالإجراءات التي تتخذها دولة الكويت تجاه التصدي لهذا الوباء، متمنيا للجميع السلامة منه ومن تداعياته. كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن استعداد بلاده لتسهيل كافة الإجراءات لعودة المواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية الفرنسية إلى دولة الكويت، مثمنا في الوقت ذاته التسهيلات التي قدمتها السلطات الكويتية لإعادة المواطنين الفرنسيين في الكويت إلى وطنهم سالمين.